حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. في كل بلدان العالم يوجد بعض الملفات أو بعض الأشياء التي يجب أن تحافظ عليها الحكومات، منها ملف الطاقة الكهربائية، ملف المياه، ملف الخدمات، ملف العيش الكريم، ملف الأمان والزراعة. في كل بلدان العالم، في البلدان التي تحتوي أنهر وتحتوي أيضا على سواحل بحرية، هنالك اهتمام كبير بما يخص المياه. في كل بلدان العالم عندما تكون هنالك اتفاقيات للدول المتشاطئة ما بين دول الجوار، تحافظ هذه الدول على حصصها المائية وتحاول ألا يعتدي الآخر على حصص البلد الثاني، إلا في العراق. فنحن اليوم نعيش في بلد لا حصص مائية محفوظة فيه، ولا حقوق محفوظة فيه، ولا أمن ولا أمان. حصص العراق المائية قلت، الأمر الذي أدى إلى جفاف الأنهر. الأنهر جفت، الأمر الذي أدى إلى التأثير على ملف الزراعة في العراق. نقاطنا التي سنناقشها اليوم هي شح المياه وتأثيرها على الزراعة العراقية، فلنتابع. في وسط نهر دجلة، هذا جسر الجمهوري. وين المي؟ المي وينه؟ بعد المي وينه؟ وين المي؟ يا صيادين شو صيدون راح ملك كائنات. الفيديو اللي تابعناه قبل شوية عن المي وشح المياه، احنا ما نتابع جدول موجود بأحدى القرى العراقية النائية، ما نتابع ساقية من سواقي المياه بالعراق اللي بيها مي خفيف، لا هذا نهر دجلة. فعليا هذا المي اللي تشوفوه هذا نهر دجلة، هذا نهر دجلة اللي كانت العالم تخاف تسبح به لأنه تغرق، هذا نهر دجلة اللي مو كل واحد يقدر يطب له لأنه يخاف منه. اليوم نهر دجلة توصل للمنتصف تمشي على رجليك لأن ما تغرق، أكو نقرة بالنصف راح يوقع بيها، بس إنه المي هذا ده شوفوه مستوى المي. يعني السؤال اللي نريد نطرحه للناس، هذا نهر دجلة، من المفترض أنه نهر دجلة هو العمود الفقري، هو والفرات نهرين بالعراق، العمود الفقري للعراق في كل شيء. المفروض أنه المي هو أولى اهتمامات الحكومة، لكن اليوم وراء 10 سنوات، وراء 15 سنة، وراء 20 سنة، دا يشوفون مستوى المي دا يقل ومستوى المي دا ينزل. فعليا هذا مو مستوى المي، المي المفروض لنا دا يشوفون المي دا يقل ودا ينزل، ليش ماكو سياسة بخصوص هذا الموضوع؟ الشغلة الثانية، شنو تأثير شح المياه على الزراعة؟ ملفنا هو هذا، لكن قبل ما تجينا اتصالات ونتكلم عن هذا الموضوع، اكو قضية انثارت اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، اتمنى الفيديو اللي موجود عندنا همنا يطلع حتى نحكي على القضيتين، قضية المياه وشحها وتأثيرها على الزراعة، والقضية الثانية اللي نريد نتكلم بها. خلونا نتابع. ولكل ما تقدم، ولأن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية وبسبب تغييب القانون المتعمد وعدم إنفاذه من قبل الأجهزة الأبنية المرتبطة بأحزاب السلطة، ولإغال الأحزاب الحاكمة في جرائمها وفسادها، ولتفشي الجريمة المنظمة وعلى رأسها تجارة المخدرات والتهريب ونزيف العملة والتدمير الممنهج للصناعة والزراعة والسياحة وطرد الاستثمارات، ولكوننا أصبحنا مهددين لا في أرزاقنا ومصالحنا فحسب، بل في حياتنا ووجودنا ومستقبل أجيالنا أيضا، واستجابة لواجبنا الوطني الذي نهض به الآباء منذ ثورة 20 الخالدة وجدده أبناء المثنى في ثورة 20 المباركة، نعلن نحن أحرار العراق من أبناء المثنى،
ومن معقل ثورة العشرين ومن مضيف القائد غثيث حرشان الظالمي عن تشكيل لواء شعبي من أبناء المحافظة يأخذ على عاتقه وبالتعاون مع السلطة القضائية والأمنية وأبناء عشائر ومدن محافظتنا مهمة الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية أرواح الأحرار من الناشطين الوطنيين ومواجهة جرائم المخدرات والرشوة والابتزاز والتعدي على المال العام وحل النزاعات العشائرية، كما يدعم توجه بناء الدولة المدنية ومنع عسكرة المجتمع، وسنعمل مع أخوتنا في المحافظات الأخرى لتعميم هذه التجربة الرائدة انطلاقاً من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، فبغياب وتغييب مؤسسات ممارسة السلطة الدستورية فإن للشعب حق ممارسة سلطاته بشكل مباشر. أهلا بكم من جديد. قبل ما أخذ هذا الاتصال، يعني يقول منع عسكر، يعني رفض عسكرة المجتمع وللحفاظ على الدولة المدنية يشكل نوع عسكري داخل عشيرة. يعني إذا هو هذا الطريق الصحيح لممارسة السلطات فمعناها شكو عشيرة بالعراق لازم تسوي لواء، نرجع الحرب البسوس ونفضها. أحمد بن ديالة حياك الله. أهلا مرحبا. مرحبا غاتي. وياك والنعم منك أخ أحمد، تفضل. أحمد من ديالة من كنعان. والنعم منك ومن أهالي ديالة، تفضل أغاتي. أحمد سامعني لو لا؟ انقطع الاتصال ويا الأخ أحمد. السؤال اللي أحب أطرحه حول العشيرة أو البيان العشائري اللي طلع قبل شوية، أتمنى تخلوا لي إياه بالشاشة حتى نحكي عليه أمين شوية. بالنسبة إلى هذا الفيديو اللي دا يحكي عن تشكيل لواء عسكري تابع إلى عشيرة، أريد أسأل سؤال. هو يقول نرفض عسكرة المجتمع، زين هاي الخطوة دا يسووها هم شو يسموها؟ يشيل سلاح، شنو معناتها؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، أنتم كمواطنين شنو رأيكم بالخطوة اللي دا يتخذوها الأخوان هنا بهذا المجلس؟ رقم ثلاثة، شنو معناها غياب الدولة والشعب فقد ثقته بالحكومة وعليه الشعب يمارس سلطاته بهاي الصورة؟ شنو يعني شنو اللي راح يصير؟ محمد من أمريكا حياك الله. محمد من أمريكا تسمعني؟ أبو جاسم. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. الصوت مشوش عليه، شو الزحمة؟ اسمعني سادتين؟ أسمعك كلش زين، تفضل. أحيي قناة الرافدين أستاذ أسد. هاي ليس حكومة كفيلك محمد، هذا تراب، ترى التراب الجاب على البلد العراقي قبل يومين ثلاث أيام، ترى 20 ماكينة تراب على الميليشيات حاطيها بالصحراء، هي تنبش التراب وطايرة على البغداد على المحافظة. هاي وحدة، وذولا جاي يحكمون العراق، ليس ولاهم للعراق ولاهم لإيران. وبشرة سارة واحد الميليشيات. شكرا شكرا جزيلا لك أخ محمد. البيان يقول أنا أرفض عسكرة المجتمع وهو مشكل لواء عسكري، ويقول أنا ما يعني أريد أدعم الدولة المدنية، هو دا يدعم أنه يتشكل لواء عسكري داخل عشيرة. شنو مخاطر هذا الأمر على هذا الموضوع؟ أرجع إلى موضوع حلقتي الثاني اللي هو مخاطر جفاف العراق وتأثيره على الزراعة. عندنا فيديو آخر يبين لك واقع الزراعة العراقي اللي دا يصير بالعراق اليوم، وشوفك شنو الحال اللي عايشة به الفلاح العراقي. خلونا نتابع. الحال اللي تشوفوه حاليا هو حال اغلب الاراضي العراقيه، جفاف، تصحر، جفاف للتربه، يباس للزرع، ايضا عندنا جفاف في اماكن اخرى اللي هي السواقي
ساقيه، يعني قنوات المياه اللي موجوده ما بين المزارع او بالقرى، لان كل هاللي دا يصير اليوم بالعراق، حال الزراعه العراقيه هو هذا الحال. اذا تردون نتكلم عن الزراعه بالعراق، بالفتره الاخيره من 2011 فما فوق تعرضت مساحات شاسعه من الاراضي الزراعيه العراقيه للتجريف. سبب تجريف الاراضي الزراعيه هي اولا تحويل هاي الاراضي الزراعيه الى اراضي سكنيه. نقطه ثانيه، ماكو دعم حكومي للفلاح. السبب اللي ادى انه الفلاح يترك هاي المهنه ويهاجر هاي المهنه ويحاول انه يطلع الى مدن اخرى ويتغير عمله من الفلاحه الى عمل ثاني، بسبب ايضا انه المنتج الزراعي العراقي اليوم ماكو دعم حكومي له. يعني احنا دا نتكلم عن اي محصول، محصول البوتيتا مثلا ماكو لها دعم، الحنطه ماكو لها دعم، التمر ماكو لها دعم. اذا نريد نتكلم عن التمر، فنخيل العراق هي ماساه وواقع. من يعرف العراق ايش قد يحتوي من النخيل سابقا يذكر انه العراق كان متربع على عرش تصدير التمور لمده 30 سنه فما اكثر، او اكثر عفوا. المشكله انه العراق اليوم عنده بالاضافه الى النفط كان من المفترض ان يكون اهتمام بالنخيل، لانه النخيل العراقي ب 625 نوع من انواع التمر. النخيل العراقي لما كان العراق يصدر تمور الى الخارج كان يجي وارد بالاضافه الى النفط، كان يكون اكو وارد لزراعه التمور النخيل عفوا ومحاصيل التمور. التمور تدخل في صناعات كثيره، كان من المفترض ان تشغل هذه المعامل حتى يكون الحال غير هذا الحال. لكن المشكله اليوم بالعراق انه احنا عندنا تجريف. اذا ندور على المزارع اللي جرفت بالعراق، فيقول لك منها بساتين الدورة، الجادرية جنوب العاصمة بغداد، التاجي والطارمية شمال العاصمة بغداد، الرضوانية غربية العاصمة، إضافة إلى بساتين ضخمة بالبصرة وديالة وبابل وصلاح الدين ومحافظات نينوى وكركوك. كل هذه المناطق التي تعرضت فيها البساتين للتجريف تحولت هذه البساتين والأراضي الزراعية من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية. وأكو جهات متنفذة بالحكومة ما يعرف بالدولة العميقة، وجهات مسلحة هي اللي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحولت إلى أراضي سكنية لغرض بيعها والاستفادة من ثمنها. لكن اللي دا يدفع الثمن هو المواطن العراقي، لأن غلاء الأسعار اللي دا يصير بالعراق بسبب أنه ما عندك منتج محلي. ناصر من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. كل عام وانت بخير استاذ افل. وانت بالف خير يا ربي. ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. استاذ، بخصوص الموضوع ازمه المياه. نعم. ازمه المياه بالعراق هذه المفروض تصير. نعم. احنا عندنا ثلاث انهر. نعم. اضافه الى نهر الثالث اللي تعرفه جرامك. يعني دجله والفرات واللي تويته الحكومه النهر الثالث. نعم. لكن ازمه المياه مصطنعه من قبل الميليشيات اللي بالعراق. نعم. تحاول تخرب الاقتصاد العراقي حتى يكون العراق مستورد من ايران. نعم. يعني يدمرون الزراعه العراقيه حتى الزراعه المستورده من ايران. احنا نتمنى انه من الحكومه العراقيه كان يفترض من قطعه ايران علينا المي وسددت المياه علينا، كان اول قرار تتخذه انه قطع العلاقات الاقتصاديه حتى ما تخلي لها اطماع. لكن انت تعرف الاحزاب الشيعيه اللي عندنا بالحكم اغلبهم 90% من عندهم موالين لايران، ياكلون من العراق ومن ايران. نعم. مع كل الاسف يفتقر الى خبراء متخصصين بالمياه. بعدين سدود بالعراق ماكو، السدود كلها قديمه. يعني السدود اللي سوتها الحكومه السابقه يعني هاي يعني ست انشات الحكومه العراقيه ماكو. نعم. فصار والتسحر والله استاذ اللي انت بغداد تعاين على الاتربه، يعني غطت بغداد كانه
طبعا يا جزء جزء تغير المناخ اللي موجود اليوم بالعراق اخ ناصر واحده من اسبابه اللي هو تجريف البساتين وانعدام الحزام الاخضر حوالين المدن، لانه واحده من واجبات الاحزمه الخضراء حوالين المدن الكبرى مثل العاصمه العراقيه بغداد وباقي المحافظات العراقيه ان تخفف من حده الاتربه في البلدان اللي تتمتع بها مساحات واسعه من الاراضي اللي يسمى الصحراويه. نعم استاذ افل، انت كلامك يجوز بعيد. بغداد تعرضت الى تجريف، احنا هسه قريبين، احنا قريبين على التاجي وقريبين على طارميه. نعم تجريف تجريف ويرجع بعدين هسه وين بدوا على الدوره على جسر مال السيديه. نعم عين على الدوره قاعد يجرفوها، فهو اللي يجيبني يخرب يا الله يبني، غير يكون يبني باصول يعني قطاع الزراعه. استاذ رفع معلومه يعني اقول لك اياها، دمروا قطاع الصحه ويبنون مستشفيات اهليه تبع لهم، دمروا قطاع التعليم ومدارس اهليه والهم. يعني فبلد عجيب غريب. فطفروا على الزراعه، الزراعه كان يفترض العراق يتخذ قرار اذا كانت الحكومه سابقه يقاطع المنتجات الزراعيه الايرانيه على الاطلاق ويسد الاستيراد ماله، كان خلى ايران تفتح لنا المي. ايران استخدمت المي سلاح على رقاب العراقيين مع على كل الاسف. نعم والله والله استاذ خاف تزعل من عندي، انا المنتوج الزراعي الايراني فلا اشتري لو عرض علي ببلاش، ويعرفون اهلي واقربائي يعرفون انه المنتجات الايرانيه ما تدخل لنا حتى لو كانت بالمجان. يعني كرد على الحكومه الايرانيه حكومه سافله عميله، ايران تدعي دوله اسلاميه، شنو كان؟ والله بريء الاسلام من عندنا، هي في زواره للحسين تدعي انه يطلع المي على الحسين وجايه تزوره، وهي قطعت المي على 40 مليون. انا مو اقول لك انه ايران دوله بريء من عندها الاسلام، بريء بريء الاسلام. وحتى انا ك يعني عائله وكشخص وكمجتمع السلع الايرانيه مضاعفه اقطعها نهائيا. شكرا شكرا لك اخ ناصر. ام شهاب من بغداد حياك الله يا ام شهاب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. الله يحفظكم. الله يسلمك يا رب. والله أم الساب، أم الساب مقرودة سابقا أنا من السفلة بيكم. نعم. أنا من الشهداء. نعم. الحمد لله الأربعة. والولد المحتفل من عام 2018. نعم. ونحتسب لله هم علينا خلصت الأربعين يوم. نعم. تستذكر الحكومة بلك مروضهم بلك إنسان ليسنا بلك تأخذهم يشوفون أطفالهم قدامهم على ولدنا المظلومة. أم شهاب بس أرد أسأل السؤال، يعني أنت تقولين اللي افتهمته من كلامك تقولين خلصت الأربعين يوم بلكة تشكل حكومة وبلكة يعاينون على هاي الناس ويطلعون المعتقلين الموجودين داخل السجون بعفو عام صح؟ والله يا الله أكبر الله اكبر. طيب ام شهاب انا اريد اسال سؤال هسه، هذول اللي قاعدين دا يشكلون الكتل السياسيه واللي دا يشكلون الكتله الاكبر او اللي يريدون يشكلون حكومه من اي تيار كانوا، ان كانوا من الاطار ان كانوا من الدعوه ان كانوا من التيار الصدري، من يا جهه جتي ويريدون يشكلون حكومه، هم نفسهم اللي كانوا يحكمون العراق صار لهم تقريبا 18 سنه، تتوقعين ورا هاي ال 18 سنه وولدنا موجودين داخل السجون مثلا او ابنك راح يطلعوه هسه؟ الوعاسه بلكي تقلبهم ينكسر علينا. نعم نعم احنا بنسمك حتى بالقضاء طايق زيدان همنا بلكي مروجهم ولدنا مظلومه. نعم نعم مظلومه 20,000 احنا نروح نجدي. الله اكبر والله يا يابا مظلومين، والله يا يابا مظلومين، ودي الشفشف ما يقبلون به، ودي الرقام بعيننا ما يقبلون به، الصابون يرجعون. الله اكبر ليش ليش؟ نعم احنا شو نسوي يعني؟ هم الذابح واحد ذابح ابوه هم يسوي هاي الانسانيه ويانا. نعم 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 يعني ليش ولدنا مظلومه ليش؟ يعني شو وقت يحسون بينا؟ يعني ما عجب امهات بس اسالهم مقتدى، اسال حلبوسي، اسال الكاظمي، اسال اهل الغيره، اهل المروه، يعني شو زين اولادنا زين واحنا في قطاع ولدنا كلها رايحه، يعني على منو؟ ارجع سهل
ليش يعني ليش ما عندهم مروه؟ بركت شويه يعني يشوفون اولادهم قدامهم، ما احنا يعني مو اولادنا هم ذولا؟ يعني ليش هذا الظلم؟ بس ايش وقت يعني بس الفرج مال الله ايش وقت؟ لا بعيد يفرطونا، لا بيوم ابو عبد الله يفرطون، لا بسخام بعيننا وعين اهلنا ياخذنا الله ونخلص يطرحونا. بسم الله. شفت نشوف اولادنا؟ راح نموت وما راح نشوف اولادنا. نعم نعم. ايش وقت؟ شكرا. شكرا لك ام شهاب. مناشده من ام شهاب الى من يمتلك القدره على ان يخرج لها ولدها وباقي المعتقلين من السجون بعفو عام. عندنا فيديو ثاني همين اريد نتكلم به عن شح المياه وجفاف الارض وايضا ما يحصل من تصحر للاراضي الزراعيه، خلونا نتابع. هذا تجربة بساتيدي اللي يصير في مناطق العراق. أكو تكمل لهذا الفيديو فيديو ثاني حتى تشوفون التجريف وين دا يوصل للنخلة بالذات، لأنه النخلة تعتبر رمز من رموز العراق. فالفيديو الثاني اللي يتكلم عن النخيل، حال النخيل اليوم بالعراق هو هذا. حال النخيل اليوم بالعراق هدا تشوفوه قدامكم. إذا أريد نتكلم عن النخيل، الفيديو أنا أقول لكم ما بي صوت. إذا أريد نتكلم عن النخيل، أكو من نتغنى بالنخلة بأغاني عراقية معروفة للناس، أكو من نتغنى بالنخلة بعشق لهذه الشجرة، أكو أحاديث تتكلم عن هذه الشجرة المباركة، ثمرة هذه الشجرة اللي هي التمور اللي بها فوائد كثيرة ما نريد نتكلم عنها. إضافة إلى تجريف النخيل أكو زحف كونكريتي أو زحف عمراني على بساتين النخيل العراقية اللي كان العراق يتمتع بأعداد مهولة جدا وكبيرة جدا من النخيل العراقي، لكن اليوم العراق معتمد على استيراد التمور لأنه فعلا أو فعليا زراعة التمور العراقية اليوم تعبانة. من المفترض أن يكون هناك، ما نريد احنا نصير مثلا نقلد دول الجوار، لكن عندما كانت دول الجوار تنظر الى العراق ونخيل العراق بدات باستصلاح الاراضي الاراضي الصحراويه في تلك الدول، مثلا الامارات العربيه المتحده ارض الصحراء جرداء استصلحتها وزرعتها وسوت بها زراعه نخيل وتصدر تمور من التمور الجيده عالميا تعتبر اليوم، لكن العراق ارضه تصلح للزراعه؟ تربته تصلح لهذه الزراعه؟ الأسمدة اللي موجودة بي تصلح لهذه الزراعة؟ إضافة إلى ذلك أنه أكو خبرة عالية جدا لدى الكثير من العراقيين في زراعة النخيل، لكن ماكو أي موضوع بهذا الشيء. لكن لما نتكلم اليوم بسبب انحسار المنتج المحلي وفقدان العراق إلى تمور عراقية ممتازة، أو مثلا مو فقدانها، قلت إنتاجها مثل البرحي والبربن والعمراني والشويثي والعسافي والخساوي وغيرها من أنواع التمر اللي هي تقريبا مثل ما هو مكتوب بالتقرير يمي 625 نوع. اليوم أكو محاولات من بعض الأشخاص يعني بعيدة عن الحكومة، محاولات شخصية لبعض الأشخاص في محافظات العراق، شتى محافظات العراق عفوا، بمشاريع واعدة في صحراء مدينة كربلاء مثلا، برادات خزن لمنتوج التمور مثلا، إضافة إلى ذلك محاولة لإيجاد تمور مثل المجدول المجهول البرحي السائر الأشرسي وعشرات الصنوف اللي موجودة حاليا، أو المحافظة على بعض النخيل الموجود. اليوم النخيل الموجود بالعراق من المفترض أن يكون هو وارد قومي، من المفترض أن يكون هذا أو هاي النخلة الحكومة العراقية تحافظ عليها مثل ما تحافظ على أي شيء موجود بالعراق إلى أهمية، مثل ما هي تهتم بالنفط من المفترض أن يعرف هذا النفط، لأن النفط ينضب بيوم من الأيام، أما النخلة إلا بالتجريف يلا تنضب. عندنا اتصال. أبو ياسين من بغداد حياك الله. تحياتي لك أخوي للقناة الوطنية. حياك الله أخوي. خذ هذا يعني هم كم شول
نعم تصعب عليهم قص النخيل. اخي هذا كله مقصود، هي كل عاصمه بالدول نعم. هي يكون يصير يحيط بها كل عاصمه يحيط بها حجام الاخضر، شنو هو البساتين على نعم. مود ترابه غير ترابه تكمش الحجام الاخضر. فاخي هذا كله مقصود، هم يريدون الذله لهاي العاصمه نعم. لان هاي العاصمه هي اللي لقنت اكيادهم الفرس انا والله يعني حتى حرامات اقول ايران الفرس المجوس هذول النكتين هاي العاصمه هي لقنتهم درس. فاخي هذا حقد، هذا حقد ما يروحون الا ثوره مسلحه، مو مال رافع الاعلام عراقي وما ادري شنو واحنا نطالب، لا بدون مطالبة، ثورة مسلحة وكلها هم وعمائهم كلهم يقتلونهم. يا الله أخي هذول جاي مسكون بدم العراق، عندك الزراعة هاي قطع شو اسمه الزراعة، أخي هذا هم مقصود هذا، شنو يعني أنتم تشيلون الزرع سكنية وتدري شو يوزعون؟ يوزعون كله خمسينات، محيط بغداد وبسط بغداد كله خمسينات، أخي هذا كله مقصود هذا. نعم. يعني عندك الماي ايران ذيك مره تيول اجت علي انا، هو شنو ايراني يحبك صار عندهم ضغط مال المي وتجيبهم مالتهم ذبوها علي انا، ومن اللي يامر؟ اللي يامر الايراني ولي نفسه اقول عراقي. نعم. اخي هي ايران دمرت العراق بهاي الزباين هاي، هذول والله العظيم حتى الاعدام قليل بهم والله، ويعني والله العظيم انا وانا جاي خابراني. نعم. وجاي خابراني. ليش يعني ليش واحد من يتكلم بالروح الوطنيه يرضى يتلفت والمجرم واللي يقتل يتكلم هو بنص الشارع؟ هسه انا خاطر المكان جاي اخابرك، هاي جاي والله اتلفت منا ومنا مع الاسف. اشكرك اخوي. شكرا شكرا لك ابو ياسين. يعني احد المهندسين الزراعيين المختصين في امور النخيل يقول اخر احصائيه تفيد في الوقت الحالي في عام 2000، الاحصائيه تقول بعام 2020 يقول عندنا 28 الف دونم من مزروعة بالنخيل. يقول كانت سابقا قبل الاحتلال الأمريكي لأراضي العراق مزروعة بما يقرب من 65 ألف دونم، أما اليوم هنالك فقدان للبلقة والبريم والبرحي وحلوة حج عباس والوسطى عمران والزهدي، وهي التي تكثر في محافظة المثنى مثلا. يقول بسبب أنه كانت هذه النخيل تزين هذه المناطق أو هذه المحافظات، أما اليوم تحولت كثير من هذه الأراضي إلى أراضي سكنية. يقول حسب القانون يمنع القانون العراقي بصرامة أي بناء يرتفع على النخلة، لكن اليوم في محافظات العراق خصوصا الجنوبية البناء والتجريف مسموح وتلقى عمارات موجودة داخل بساتين النخيل. شغلة ثانية، أحد الفلاحين يقول كثير من الفلاحين هجروا زراعة النخيل لأسباب عدة. أولا لا يوجد رش لمبيدات الأمراض والحشرات التي تحصل في بعض الأحيان في بساتين النخيل في السنوات الأخيرة. يقول كنا يعني أكو اتفاقيات سابقة لمساعدة الفلاح، نقابة الفلاحين، وزارة الزراعة والري تساعد الفلاحين بأن تطير طائرات، أن تحلق طائرات عراقية حتى ترش مبيدات على البساتين اللي بيها، هي مو بشرط أنه لازم تكون مريضة الأشجار، لكن حتى تقلل من حدة الأشجار المريضة فيما لو كانت أكو وحدة أو اثنين مصابة بمرض ما. يقول بالسنوات الأخيرة ماكو رش مبيدات حشرية، إضافة إلى الآفات التي تحصل على كثير من النخلات أكلت الكثير من أموالنا، إضافة إلى ذلك الارتفاع الغير معقول في مبالغ أسعار الدونمات العراقية، فقد تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار بواقع 35 مليون دينار لكل 300 متر. فيقول هذا السبب اللي خلى الناس اللي دا تخسر فلوسها أنه تهاجر من هذا المهنة، تعوف مهنة الزراعة وتترك الزراعة وتبيع الأرض مالتها على أنها أرض سكنية، لأنه هو دا يخسر فلوسه، فجأة يجي واحد حسب ما هو كاتب يشتري منه هاي القاعة بمبلغ خيالي جدا يحلم به الفلاح بهاي اللحظة لأنه عنده أشجار تموت. هاي واحدة من النقاط اللي يتكلمون بها. أيضا يقول مدير زراعة المثنى بهذا التقرير أنه أكو مشروع
معمول به الآن في كثير من البلدان لإعادة تأهيل البساتين المتضررة واستبدال أشجارها بأشجار جديدة، مثلا بساتين النخيل نجيب لها نخلات جديدة، بساتين الحمضيات نجيب لها أشجار حمضيات جديدة، بساتين الحنطة والشعير يساعد أصحابها بذور جديدة. يقول وكانت هذه عبر تقديم القروض لأصحابها الميسرة، إضافة إلى تقديم إجازات للمزارعين داخل المحافظة بعد أن كانت مقتصرة على هيئات عامة. أما اليوم يقول هذا كله ماكو، لا أكو دعم للفلاح ولا أكو إعادة تأهيل للزراعة العراقية وللبساتين، إضافة إلى أنه المبيدات الزراعية لا توزع على الفلاحين. يقول المبيد الزراعي مثلا في محافظة المثنى عندنا اليوم 11600 دونم مزروعة بعد أن كانت في قبل احتلال الجيش الأمريكي للعراق في محافظة المثنى 16000 دونم. يقول ما يؤسفنا أن أغلب المزارعين قاموا بتجريف البساتين وتحويلها إلى أراضي سكنية، وعندما سألنا عن السبب كان السبب هو مكافحة الحميرة والدوباس بسبب عدم وجود مبيد زراعي لمكافحة هذه الآفتين وغلاء سعر هذه المبيدات الحشرية، كون مبيد حشرة الدوباس 100 ملغرام بسعر 11600 دولار. فيقول من وين يجيب المزارع حتى يكافح؟ عندنا اتصال. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ فهد وحيا قناه الرافدين ومشاهدين قناه الرافدين. حياك الله يا غالي. استاذ فهد، بالنسبه للمياه اللي من 2003 لحد الان واللي زاد انخفاضها يعني بالسنين هاي اللي جاي تصير والسنين القادمه، هذه نحمل يعني احنا دائما نحمل الحكومه او سلطه الاحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان. هاي الامور يعني ساعدت من احزاب السلطه وميليشيات ايران والحكومه الدوله اللا اسلاميه اللي هم يعتبرونها كاسلام وك انه هاي الامور اللي دفعوها على العراق اللي بلد العراق وبلد الزراعه وبلد الحضارات اللي حاضرون يستخدمون من عده، يعني عندك ايران هي الحكومه الايرانيه سته الانهر تقريبا سته انهر ممرات اللي تنزل من ايران للعراق. فهاي السدات والاحزاب السلطه اللي بنشوفهم يعني تجريب هاي الاراضي الزراعيه ونقل التمر اللي قاعد يحرقونه ويقصونه، سلطه الاحزاب اللي جايه تحكم العراق، والا هاي الامور استاذ ما كانت عندنا. يعني بالرغم كانت الحرب العراقيه الايرانيه مع ايران ما كانوا قدروا يسدون نهر واحد عن العراقيين. تركيا ما بتقدر تسد تحاول تسوي سد وتسد عن الجزء الفرات اللي الان اصبح يعني جزء يعني مياه منسوبه كل قليل وكل في الخضب، يعني كل الدول ما قدرت انه تحارب العراق بالمياه الا الحكومات هاي الفاسده اللي ما قدرت تسد، لا تركيا ولا ايران ولا تقدر تحاسبهم ولا تقدر تسوي فتحات معاهم، لانه هاي الحكومه متعاونه مع ايران ومع تركيا فانها يعني استفادتها بالامور اللي هي تستفاد من عندها كالاستيراد من عندهم وكيف انه نشأت هاي عندهم المزارع ونشأت الصناعات اللي عندهم والاستيراد اللي جاي تاخذ من عندهم وضعف المنتوج العراقي وضعف الزراعه اللي قاعده تصير عندنا في العراق، والا لو اداره البلد كان اداره ناجحه اداره يعني متفوقه ولاها لشعبها ولاها لوطنها لما حصل انه منسوب المياه انه وصلت اجياله هي ام الخير وام البساتين وعيشت يعني عايش الشعب العراقي كله لانه مساحه اكبر واسعه يعني بالاراضي العراقيه هي دياله، يعني مساحه كبيره يعني كل العراق يعني هم الحمضيات او زراعه التمور عندنا او بالبصره أو يعني كل هاي تجي من دياله، فهم درجة الأخيرة بأن يفقون الزراعة ويدمرون الزراعة ومن ثم يحرقون هاي البساتين ويجرفوها من أجل الانتعاش الإيراني الفاسد على بلدنا وضمه، لكن نقدر نقولهم من خلال قناتكم شاشتكم مهما كان ظلم الأحزاب وظلم ميليشياتكم وظلم إيران على العراق بعون الله سوف ترد هذه الأراضي بقوة العراقيين وشجاعتهم، لو كان الامر نسقيها بضمانه
ترجع ان شاء الله هذه الاراضي. ما الاراضي يحاولون انه يدمر العراق، فالعراق لا يدمر، لا يدمر في العراق، يفتح شامخ عاليا كره النخله. ومهما راد يحاولون انه ابيات العراقيين، فاحنا متحملين لهم، لكن يجي يوم راح نطلع هذول الفاسدين ونحاسب، وراح يرجع العراق ان شاء الله يكون إدارة حكم إدارة وطنية عراقية وليس أحزاب السلطة. شكرا لك أبو عمر. شروق العبايتش لما كانت بلجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية قالت أكو ظاهرة اللي هي تغيير جنسية الأراضي الزراعية من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية، وهاي مشكلة كبيرة يجب على الحكومة أن ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد من مناطق العاصمة هي تجريف البساتين وقلع الأشجار وخصوصا النخيل في محاولة لتغيير جنس تلك الأراضي من زراعية بدعوى انتفاء الصفة الزراعية عنها واعتمادها كأراضي سكنية. وأكدت أنه هاي مخالفة للقانون وتجاوز واضح على التشريعات والتصاميم الأساسية للمدن وعمرانها. أيضا نرجع إلى نفس الكلمة اللي قالها الأخ ناصر في اتصاله ببرنامج صوتكم، لما يقول اللي يريد يبني غير يبني بأصول. إحنا السؤال اللي يريد نطرحه، شو وراء الاحتلال الأمريكي لما نجوي يعني أعظم دولة بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية اللي عملتها مسيطرة على العالم، اللي مسيطرة على كثير من نقاط السياسة العالمية، واحدة من أدها الأمم المتحدة. ما تريدها أمريكا تفعله الأمم المتحدة. لما جت الديمقراطية الأمريكية قمنا نشوف عشوائيات، قمنا نشوف أزبال موجودة داخل المدن، قمنا نشوف جفاف، قمنا نشوف فقر، قمنا نشوف أمية، قمنا نشوف هجرة لمهن إلى مهن أخرى، قمنا نشوف هواية من المشاكل اللي تصير اليوم بالعراق. لما دخل العراق بهذه المصايب فقد العراق إلى التخطيط. يعني جزء كبير من مهمة وزارة التخطيط العراقية أن تعمل خطط لتوسيع المدن، أن تعمل خطط للتنفيس عن المدن، أن تكون هنالك خطط عمرانية بحيث اللي يريد يبني لازم يروح للبلدية، ومن البلدية أمانة العاصمة يأخذ إجازة حتى يبني، والإجازة لازم تكون مبنية على دراسة تامة، ولازم أبو الأمانة يعرف الخطط اللي بانيتها وزارة أو راسمتها وزارة التخطيط للعاصمة العراقية بغداد بعد 20 سنة. فعليه لما يجي واحد يريد يبني بيت بهالمكان هذا ويكون البيت مخالف إلى الخطط العمرانية ما يوافق عليه وما ينبني هذا البيت. ليش اليوم بالعراق غايبة الخطط؟ ليش اليوم بالعراق فعليا عندنا عشوائيات؟ ليش اليوم بالعراق عندنا بلاوي تصير اليوم بالعراق؟ ليش اليوم بالعراق عندنا عشوائيات؟ ليش اليوم بالعراق عندنا فقر؟ ليش اليوم بالعراق عندنا جفاف؟ ليش اليوم بالعراق عندنا غياب للزراعة؟ ليش اليوم عندنا بالعراق عشائر تشكل ألوية عسكرية؟ فدنا مباشر عقبة العشيرة تقول لك غياب الدولة وغياب الأمن، وأنا ما عندي ثقة بالدولة وأنا راح أشكل وزارة الدفاع وأشتري طيارة. فدنا مباشر عقبة العشائر العراقية تقول لك أنا ما عندي ثقة بهاي الدولة، وأنا عايش بكركوك وجوا بيتي أكو آبار نفط، وأجيب أي شركة أجنبية تحفر لي بحديقة بيتي وهذا البير ماتي. يعني شنو الحال اللي إحنا دا نوصل به؟ هاي المفروض مي بلاد الرافدين، واحدة من أسماء العراق بلاد الرافدين، راح يفقد هذا الاسم مثل ما فقدنا التمر وبدأ العراقي يستورد التمر من إيران. راح نفقد المي، وأكو دراسات كثيرة تقول 2030، أكو ناس قالت 2035، أكو ناس قالت 2040، وأكبر تقرير 2040 يقول حتى نهر دجلة والفرات راح يجف بالعراق، ما راح يبقى هذا النهر بسبب التجاوزات اللي تصير على الأنهر. هذني كانت مليانة مي. عندنا اتصال. كريم من كربلاء، حياك الله يا كريم. شلونك أخي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. يا أخي العزيز، هذا الجفاف مال المي هذا متقصدين بم... نعم. خلص عمره ما شفت كنا نزرع شليب عن بار ويزاوي يا ريت. هذول اجوا زين، يقول لك مو من صالح البلد، دولة دمروا البلد. نعم، دولة دمروا. يجون وقالوا جفاف، يا جفاف هذا يا أخي العزيز، يا جفاف. من ساعة طلع واحد على إذاعة البغدادية يقول هذا كل سنة تصير هالشكل،
هو الشعب قاطع الجوع، البساتين جرفوها، القاع نشفت، العلم قاطعها الجوع وجون وقال لك والله المي المي ماكو. هذا ليش مي ماكو؟ اكو مي، علاقات سياسه ماكو، عندهم سياسه وعلاقات ويا الدول تافتحون مي، بس علاقات دول ما عندهم. نعم زين. اخ كريم، اخ كريم، وزارة الزراعة العراقية أصدرت بيان فرحانة بأنه إنتاج السنة الفايتة من التمور العراقية 207,799 طن من التمور. تعرف بعز الحصار بالتسعينات شقد إنتاج العراق من التمور؟ أخي دا أحكي لك، أنا كنت عندي شاحنة. نعم. والله كنا نصدر تمر، كنا نصدر وبكت قدامها تغير خاص معنا خاص. والله أنا حتى مو بحث ولا أقرأ ولا أكتب. نعم. عرفت العمان زين بالحصار، هسه النخل قصقصوه، النخل هسه قصقصوه قال يبيعونه قطع. نعم زين. كنا نصدر تمر العمان، سوريا، تركيا، كنا نصدر. لا لا، هو فعليا فعليا اخ كريم، فعليا الارقام الرسميه العالميه، مو انا اقولها ولا حضرتك، الارقام الرسميه العالميه، العراق متربع على عرش تصدير التمور على كل العالم لمده 30 سنه. نعم بلي. نعم. هسه وين النخل؟ هسه النخل قصقصوه قاموا يبيعونه قطع والدولة ساكتة عنهم. نعم. قبل اللي قص النخل اللي قص البستان ياخذونه من عنده، يقول له تعال انت ما تستفاد من عنده، انت ما تريد تغني عنه، يعطونه لغيره. هسه هذا ماكو بعد. النخل قصقصوها. نعم. ساكتة عنهم، ما تقدر ما تحكي وياهم. نعم. يعطونا الغيره، يعطونا الغيره، يقولوا له انت ما مستفاد، ما تريد تش. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك اخ كريم. يعني كانت في تسعينات القرن الماضي حسب التقرير الموجود جوا ايدي 881,700 طن سنويا يصدر العراق من التمور العراقيه. احد الفلاحين يقول مو بس اداره القطاع انتاج وتسويق التمور وهاي الاسباب اللي ادت، او جفاف هي الوحيده اللي ادت، يقول التهريب هو سبب من أسباب تدمير الثروة العراقية من النخيل. يقول خصوصا في الفسائل النادرة أو الأنواع النادرة من التمور، خصوصا مثلا نخلة البرحة التي لا توجد كانت إلا في العراق، وكان العراق هو الوحيد الذي ينتج تمور البرحي ويصدرها إلى دول العالم. يقول اليوم هنالك أنواع عديدة في الخليج وفي إيران من تمور البرحي التي تصدر إلينا معلبة. من عندنا اتصال؟ ابو عمر من الناصريه، حياك الله يا ابو عمر. الو الو ابو عمر، بس اذا امكنت نصي لي صوت التلفزيون، تسمعني من التليفون يا غالي. صار مدلل عمي. حياك الله اخوي. السلام عليكم عمي يا فهد. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. بس اسمعني من التليفون ابو عمر على مود لا يتأخر عليك الصوت، تفضل. طبعا عمي. ايه طبعا عمي، هاي يا زراعة هي بالعراق، هم اجوا ذولا اجوا تدمير العراق. نعم. الو عمي افهم، بالنسبه للزراعه، يا زراعه هاي. نعم. شكرا شكرا لك ابو عمر، لكن يبدو انه صوتي مدى يوصلك. شكرا جزيلا لك اخي العزيز. المشكله اليوم انه هي مو بس النخيل، انا مركز على النخله لان هي تعتبر رمز من رموز العراق. النخلة هي واحدة من الأشياء اللي من المفترض على العراق أن يدافع عنها، مو بس لأنه الرسول وصانا بها، لكن النخلة هي تعتبر شيء كبير موجود بالعراق، تربينا وياها وربت ويانا وأخذنا من أدها وأخذت من أدنا. النخلة من المفترض أن تكون هي مورد قومي للدولة العراقية موازي للنفط. أنا ما أقول بس النخل،
عندنا هواية من النقاط اللي لو استغلت اليوم بالعراق راح نتنازل عن النفط. اليوم في كل بلدان العالم الحديث دا يحاولون يغيرون إلى الطاقة البديلة. كل بلدان العالم اليوم دا تفكر في موارد جديدة للدولة بعيداً عن النفط. كل بلدان العالم اليوم تفكر شلون تدخل مورد جديد، إلا العراق من 2003 لليوم معتمد على النفط. لا فكر يصلح الزراعة، لا فكر يصلح الصناعة، لا فكر يشغل المعامل العراقية، لا فكر يشغل الأيدي العراقية، كل هاي ما فكر بيها. والحال احنا دا نوصل إلى جفاف ودمار. من عندنا فاضل من بغداد، حياك الله. عيوني هاني هاي الأملاك مالت الزراعية كربلاء نجف الحلة بغداد كلها مالت يقوبوها القصابات ليسووها أراضي سكنية ليسووها. لحظة أخ فاضل، بس على مود نقطة نفهمها. الأراضي الزراعية اللي ذكرتها بالمناطق اللي ذكرتها في أكثر من محافظة كربلة. ملك شخصي لكم كربلاء نجف. نعم كومية تاجي نتاجيات كلها بسمنا ليبوقوها قصابات من سنين. زين انتوا عندكم بها سنه طابو صح لو لا؟ اي 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 كلها مالك. شلون بده ياخذوها العاد؟ عبد الله غبره بالصدريه اذا بريحتي عبد الله حكيم مال كمبو جده يبوقوها الطابات فروح الطائيات يبوقوها الطائيات مثل فلفل اجارات الفقريه تعمل. لا مو انا سؤالي ليش يقول لك سندات الطابو ماكو بها تزوير لحد الان، ولا عنده سنه طابو يثبت ملكيته الى بيت او الى ارض زراعيه يقدر يستحصلها لانه ماكو تزوير؟ زين شلون بده ياخذون من عندكم الاراضي الزراعيه هاي وبها سندات؟ باسم صدام حسين املاكها خلاها وقف الحضر القادري، جو جماعه الشيعه اللي بوقفوا جماعه اللي بوقفوا فرهود وقف الحضر القادر يخلاها صدام حسين تليب وعصابات. نعم 170 ألف عقار باسمنا، 170 ألف عقار باسم عبد الله وقبال الدولة والخاتون اللي بوقوها عصابات 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 بال نعم. شكرا لك أخويا العزيز كريم، لكن هاي راح نكون قد وصلنا لختام حلقتنا في برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، القطاع الزراعي دي يصاب بشلل بسرعة كبيرة جدا، والسبب الإهمال الحكومي إضافة إلى التعدي من قبل دول الجوار على حقوق العراق المائية، وجوابها هاي أو حلها بيد الشعب العراقي، بس مو على طريقة عشيرة إنه نشكل لواء عسكري خاص بنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.